خفي نائب الامين العام للمركزيه النقابيه للجان العماليه المغربيه والكاتب الوطني لسائقي حافله نقل المسافرين بالمغرب ونائب رئيس الاتحاد العالمي لنقابات النقل. هذه الوقفه ما جاتش حبا في وقفه، هذه الوقفه ما جات حتى بعد ما وصل السيل الزوبعه. اليوم كنشوفوا بان المحطه الطرقيه ولات زيان تغلقات بكلمه، الحافلات نقل المسافرين ولاو كلهم كيعمروا في الزناقي وفي الشوارع، صبحنا كنعيشوا مأساة نفسية بالمطاردة البوليسية اللي هي كترفقنا اليوم كامل. كنتساقوا الدوائر الأمنية باش يتحرروا لنا المحاضر، لا حنا ولا المواطنين، لأزيد من 3 ساعات حتى 4 ساعات وحنا في الانتظار وبطريقة مهينة يعني. وفي الأخير المطاف، وهذا هو اللي خلاني أنا ما بقيتش كنكابطي مزيان، وأنا كتعمر لنا المحاضر وفي الأخير كتقول لنا وديو الناس. ملي هاد الناس حنا عندنا الحق نديوهم، علاش تعمر لنا المحاضر أصلا؟ هذا جانب. الجانب الأساسي هو أننا كنقولوا تدبير جائحة كورونا. واش تدبير جائحة كورونا بهذا المنطق بهذه الطريقة؟ المحطة الطرقية كانت أرحم، كان على الأقل ميزان ديال الحرارة للمواطن، كان التعقيم، كانوا أرباب النقل التزموا كذلك بدفتر التحملات الصحي اللي جات به لجنة اليقظة. اليوم خرجتونا الزناقي. دونك أنا حنا كلجان العمالية المغربية كنشوفوا وكنقولوا بأن المقيمين على الشأن الجهوي وعلى الدار البيضاء الخصوص فهم فاشلون في تدبير جائحة كورونا مع إغلاقهم للمحطة الطرقية ولاد زيان.